السلام عليكم خوتي. اليوم غادي نبهكم واحد التنبيه فيما يخص كتاب الرياضيات تاع السنة الثانية من التعليم المتوسط. الطبعة هادو زوج كتب تاع السنة الثانية من التعليم المتوسط، الطبعة 2016-2017. كيما راكم تشوفوا خوتي، هاي الطبعة تاع الكتب 2016-2017. هنا كاين واحد الأخطاء في الكتب، الأخطاء هادي ها هي الطبعة هادي 2016-2017. هنا الخطأ اللي راه المشكل وين راه؟ التلاميذ في هاد الأسبوع عطاهم تمرين فيما يخص الصفحة 178. هنا التمرين في الصفحة 178 من بعد جا التلميذ باش يحوس على الصفحة 178 ما لقاهاش صفحة 178 ما لقاهاش، سيانا لقى صفحات مدوبلين لكن جو عند التمرين عند الصفحة 164، نعاود نجي عند الصفحة تولي لنا الصفحة 149. ها كتاب هذا من الصفحة 149، بمعنى من الصفحة 164 للصفحة 149 نفوتوا من الصفحات حتى 149 151، يعني هادو إعادة، هادو صفحات معاودين يتعاودوا حتى هاي الصفحة 149 معاودين نقولولها ها هي الصفحة 149 تعاودت. كاين جوج صفحات كيف 149 كيما راك تشوف، جوج صفحات 164 تعاودت، بمعنى هاد المقطع كاع هذا مقطع تاع السبعينات معاودينه، بمعنى هنا السبعينات ما كانش، نعاودو نولو حتى للصفحة 181. إذا التلميذ ما لقاش نكتمو، حنا قلنا بالك هذا لك الكتاب هذا ممزق، الكتاب هذا جديد كيما قلت لكم، الطبعة اللي فيه كتاب ما ممزقش، هنا الطبعة اللي فيه 2016-2017. بغينا ندير مقارنة مع كتاب واحد آخر، درنا المقارنة مع كتاب واحد آخر، درك نشوف. كما قلنا خوتي جبنا كتاب واحد آخر، ها هو الكتاب الأول اللي شفناه، هذا هو الكتاب الأول. جبنا كتاب واحد آخر، ها هو كتاب واحد آخر، دائما في الطبعة 2016-2017. جبناه نجيو للصفحة هذه اللي رانا نشوفوا فيها 148، نعاودو نجيو للصفحة الأخرى 149 50-51، نفس الصفحات إلا الصفحة 149. كي نجيو للصفحة 158 59 60 حتى لهنا رانا ملاح 60 ونمشيو 61. كي نجيو عند الصفحة 64 نعاود نولو ل 149 من جديد. ها كتاب ما ممزقش، كتاب غير ممزق، كتاب جديد نتاع 2016-2017 كيما راكم تشوفوا، من صفحة قلنا 164 حتى الصفحة 149 ونعاود نولو للصفحة 164، بمعنى 164 راها مرتين، ها صفحة 164 مرتين، ولكن السبعينات ما كانش، ها كتاب لاصق السبعينات ما كانش. والمشكل هالأسبوع العطلة الأسبوعية هذه تاع الخميس والجمعة عطاو للأطفال تمرين في الصفحة 178 ما لقيناش، حوسنا ل 178 ما لقيناش، من 149 المعاودة هاي نعاود 167-164، يعني هي بمعنى المفروض 164-165، هادو كاع تجي 165 ها معاودين 165، نجو حتى من المفروض هنايا يكون 181. هذا هو خاوتي، هذا هو التعليم تاعنا. درك ما نعرفش، مانيش عارف شكون اللي يخلص التلميذ ولا تخلص المؤسسة. والسلام عليكم. الآن خاوتي كما عودناكم مشينا درنا واحد البحث مع التلاميذ، جبنا كتب، هذا كتاب قديم السنة دائما تاع السنة الثانية المتوسط، كتاب قديم ما راش كاين الغلاف نتاعه باش نشوف واش من طبعة سنة
2016 2017 ماراش 2016 2017 يكون 2015 2014. المهم احنا مشينا للمشكل اللي راه فيك سموه، عاودنا ولينا الصفحه 164، الكتاب قديم فيه الكتاب الجديد حابس في الصفحه 164 نيلو 165، لكن نتاعنا كيما هكذا من 149 تما 159 هاي منا من 149 كتبنا فيه صفحات هادو فيه 51 ونجو حتى نلحقوا للصفحه 164، ولكن الصفحه 164 من المفروض نلقوا كيما هكذا الصفحه 165، ولكن الكتاب الاول الكتاب نتاع الطبعه 2016 2017 هادو ما كانش، بمعنى السبعينات كاع ما كانش، ما فيش حتى 181. الكتاب الاول بمعنى الكتاب الجديد هذا نتاع طبعه 2016 2017 فيه من الصفحه 164 منزوعين منه الصفحات معاودين حتى للصفحه 181. ولهذا كما قلت لكم من قبل التلميذ عطاو تمرين في الصفحه 178، لكن التلميذ راه حاير درك باش راه حاير باش يدير التمرين. قالوا دوك واش لازمه يدير؟ لازمه يمشي لواحد من اللي عنده كتاب كيما هذا طبعه قديمه. اذا الخطا 2016 الكتاب تاع 2016 2017 والله يسلك من 2017 2018 الى ما خطره اخرى تصيب كاع نص كتاب. هذا مناش ما نقول لكم من المراقبه، ما نقول لكم من المسؤولين، ما نقول لكم من العمال. اذا هذا هو خاوتي، وسمحوا لنا على هذا الفيديو.